اليوم جينا نطلع هاي البطاقات مال الانتخاب حتى نطلع البطاقة حتى ننتخب الحكومة الجديدة، إن شاء الله يصير الأمور أحسن. جينا ازدحام الظهر، هي الظهر كان ازدحام، هسه شوي قلت، والجماعة ويانا زينين. كثير ناس حدثت يعني بالمخيم؟ ايه كثير ناس. شو اسم هذا المخيم؟ هاي المخيم ما شارية. انتوا يا منطقة ساكنين قبل؟ قبل كان قحطانية. قحطانية؟ إيه. سنجار قحطانية. شلون وضع المخيم هنا؟ شلون وضعه؟ زينة كل زين. نريد يعني كلهم يطلعون الباجاتهم الانتخابية حتى يروحون يسوتون أصواتهم، ما يروح بلاش. نريد إنسانية زينة وللحقوقنا العراقيين جميعا كلهم، نريد يروحون يسوتون وإجراءاتهم للوقت اللي يطلعون لنا باجات، يعني نظامة كانت حلوة وزينة ويانا حيل زيني. هاي مخيم شارية دهوك. والله الوضع مالنا حيل مو زينة، تعرفون يعني واحد بالمخيم بهالحر، يعني المربعانية يعني حيل زحمة. مكتب انتخابات نيو لديها نزوح داخلي، إضافة هناك نزوح خارجي. اللي على عاتق مكتب انتخابات نينوى هناك مخيمات نزوح داخلي، 14 مخيم مقسم إلى عدة مناطق اللي هي جنوب الموصل وشرقها وغربها. كما تعلمون أن مكتب انتخابات نينوى قامت في الآونة الأخيرة بتسجيل النازحين بعد انتخابات دهوك، لكون انتخابات دهوك مكتب انتخابات دهوك كانت لديها فرصة أكثر بتسجيل الناخبين في المخيمات واستهدفت. هناك عمل مشترك بين المكتبين ومستمرين في تحديث سجل ومستمرين في تحديث بيانات الناخبين وتسجيلهم بايومتري وحصر بياناتهم في المخيمات. هناك تنسيق عالي من قبل مكتب انتخابات نينوى مع محافظة نينوى وإضافة إلى الدوائر المحلية لاستهداف داخل مركز القضاء إضافة إلى الأقضية والنواحي بشكل مستمر. المعوق الأساسي في تقديرنا كمفوضية انتخابات في مكتب انتخابات محافظة دهوك هو شخص الناخب نفسه. المفوضية خلال الفترة السابقة والحالية خصصت مراكز تسجيل وفرق جوالة بأعداد كبيرة لاستهدافهم. المشكلة تكمن في النازحين المتواجدين خارج المخيمات. عليهم مساعدة المفوضية لتتمكن المفوضية من ضمان حقهم في التصويت. يعني الفترة المتبقية شهر واحد، إذا لم نتمكن من استقبالهم بشكل مطلوب وملء بياناتهم بالنسبة للنازحين نزوح خارجي من محافظاتهم المتواجدين حاليا في إقليم كردستان ومحافظة دهوك من ضمنها، سوف لن يتمكنوا من التصويت في محافظات الإقليم، وعليهم مراجعة مراكز تصويتهم الأساسية في محافظاتهم الأصلية. لدينا أكثر من 2,330,000 ناخب التصويت العام، ولدينا مخيمات حوالي 14 مخيم منتشر في محافظة نينوى، منها 10 في غرب نينوى وثلاثة شرقها وواحد غربها. قامت مكتب انتخابات نينوى بتسيير فرق جوالة وإضافة إلى فرق ثابتة، مراكز ثابتة في داخل المخيمات لاستهدافهم وتسجيلهم. في الأونة الأخيرة تم تسجيل أكثر من 14,000 ناخب، ونحن مستمرين وجهود مشكورة من قبل مجلس المفوضين بدعمهم المباشر إلى مكتب انتخابات نينوى، حيث تم تمديد في الآونة الأخيرة عملية تسجيل النازحين والتسجيل العام إلى 11/8، والعمل جاري من قبل مكتب انتخابات نينوى، وهناك فرق جوالة تعمل لساعات متأخرة من الليل لتسجيل أكبر عدد ممكن من النازحين، إضافة إلى تسجيل أكبر عدد ممكن من ناخبي التصويت العام. نعم، بكل تأكيد هناك قسم من النازحين لم يتم تسجيلهم، ولهذا قامت مجلس المفوضين مشكورة بتمديد هذه الفترة لتسجيل أكبر عدد ممكن، وإن شاء الله سنصل إلى نسب عالية جدا ليكون لكل ناخب حق التصويت. كما أشرنا في بداية الأمر أنه لا يمكن لأي مواطن أو ناخب سواء كان نازح أو
مواطن داخل محافظة نانيا التصويت إلا أن يكون لديه بطاقة بايومترية، وهذا قرار من مجلس المفوضين. كما معلوم للجميع بأن عدد النازحين الإجمالي المتواجد في محافظة دوق حسب الإحصاءات الرسمية التي زودت المفوضية من قبل حكومة أقليم كردستان ووزارة الهجرة الاتحادية داخل المخيمات في حدود 90,000 ناخب، وخارج المخيمات ما يقارب 140,000 ناخب. خلال الفترة السابقة تم استهداف المخيمات بشكل كبير، كون الناخبين في هذه المخيمات متواجدين في مناطق محددة بإمكان المفوضية تقديم الخدمة الإجمالية لهم لإغراض تسجيلهم وضمان حقهم في التصويت. اليوم خلال هذا الاجتماع تبين لنا في مكتب انتخابات دوق بأن أكثرية المخيمات تم العمل فيها بشكل كبير جدا، باستثناء مجموعة قليلة من المخيمات خاصة في قضاء زاخو سوف يتم العمل عليها بشكل كبير جدا خلال الفترة المتبقية لغاية 11/8. وفيما يخص خارج المخيمات، المفوضية خصصت 41 موقع لاستقبال النازحين وتأهيل قاعدة بياناتهم الانتخابية لغرض مشاركتهم في يوم الاقتراع فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات خارج الغير المنتظمة في أقليم في شهر نيسان 2020. ونطلب من الناخبين خاصة خارج المخيمات دعم المفوضية في عملية ضمان حقهم للتصويت، كون الناخبين خارج المخيمات أماكن تواجدهم بالنسبة للمفوضية غير معروفة. نحتاج إلى مراجعة الناخبين لهذه المراكز، وفي حال تواجد مجموعة من الناخبين في مكان معين في حال طلب من المفوضية بإمكان استهدافهم بفرق جوالة خلال الفترة القادمة.